نادي الزمالك نادي كبير، وانا شايف انهم مستقرين، جابوا مدرب، نامل ان هو يطلع يعني يقدر يمشي بالفرقه. احنا عندنا برضه مشكله في مصر شويه في ان احنا بنتعامل مع الاجانب بشكل مختلف كلعيبه حتى فالمدربين المصريين اللي مش هيقدر يبقى زي الاجنبي في التعامل يبقى هيبقى عنده مشكله كبيره.